رجل التلاته انت اتخضيت لول هموت من الضحك. Is that funny؟ نخش في الموضوع على طول طيب كفاية هزار نتكلم جد بقى. متحف اللوفر في باريس هو أكبر متحف وطني في فرنسا وأكبر صالة عرض للفن عالميا وأكتر متحف بيرتاده الزوار في العالم. وكان المتحف في الأصل قلعة بناها فيليب أوغوست سنة 1190 اللي بتتحول بعدها بفترة لقصر ملكي اتعرف باسم قصر اللوفر واللي سكن فيه معظم ملوك فرنسا. وتم افتتاح المتحف في 10 أغسطس 1793. سنة 2007 انطلق مشروع متحف اللوفر في أبوظبي نتيجة الشراكة ما بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا. بيمثل متحف اللوفر أبوظبي تعاون بيجمع بين التقدم الثقافي والانفتاح في رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة والخبرة الفرنسية في عالم الفن والمتاحف. تم افتتاح المتحف في 8 نوفمبر سنة 2017 بحضور سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والرئيس الفرنسي. تعالوا بينا نروح على المتحف وناخد جولة هناك مع بعض. مكان متحف اللوفر أبوظبي بيقع في جزيرة السعديات بمساحة 24 ألف متر مربع تقريبا بتكلفة تقدر ما بين 83 و108 مليون يورو. أول ما بتوصلوا على هناك بتكون عربيات الجولف دي انتظاركم. واللي بتاخدكم أول حاجة في جولة خارجية حوالين المتحف علشان تتفرجوا عليه من برا. أكتر حاجة عجباني الراجل اللي معانا دوت فريندلي جدا، بيتكلم باسلوب مؤدب خالص وجميل خالص. شايفين يا جماعه اللي انا شايفه ده؟ شايفين اللي انا شايفه؟ منظر خرافي. اوكي ثانك يو سو ماتش. وبعد ما بتخلص الجولة بتاخدكوا عربية الجولف على المدخل الرئيسي للمتحف. بس ما تكملش الفيديو. ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ محدش عمل سبسكرايب ولا لايك ولا شير، ينفع كده يعني؟ حقك عليا يا موناليزا. يا جماعة لو سمحتوا اعملوا سبسكرايب ولايك وشير. ها عملت خلاص؟ تمام شكرا. خلاص يا منمونة عملوا نكمل؟ ميرسي. ايوه كمل. يلا نكمل. احجزوا تذاكر الدخول اونلاين عن طريق الباركودز دي واللي هتاخدكم على موقع متحف اللوفر أبوظبي اللي على اليمين لمتحدثي اللغة العربية واللي على الشمال لمتحدثي اللغة الانجليزية. سعر التذكرة في الوقت اللي انا عملت فيه الفيديو 63 درهم، يعني تقريبا ما يعادل 17 دولار او 16 يورو. Magic.
بجانب ان المتحف ليه قيمة فنية كبيرة جدا، الا ان اكتر شيء لفت انتباهي هو التصميم المعماري الفريد جدا للمتحف، واللي قام بتصميمه المهندس المعماري الفرنسي جون نوفيل. اللي أنا شايفه لغاية دلوقتي من بعد دخولي للمتحف إنه مش مجرد متحف، ده يعتبر مكان نهدي فيه أعصابنا، نستمتع فيه بمناظر جميلة جداً. بعد الجولة دي تعالوا ندخل جوه على المعارض، واللي فيها هتشوفوا أعمال فنية كتيرة جداً ومختلفة لفنانين عالميين. الهدف الأساسي من المتحف هو أنه يكون حلقة وصل بين الفن الشرقي والفن الغربي، وده عن طريق عرض أعمال فنية مستعارة من متحف اللوفر ومتاحف تانية في فرنسا، بغرض عرضهم على الجمهور العربي في المنطقة. ده كمان بالإضافة إلى أعمال فنية أخرى وشراكة محلية مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، المتحف الوطني في رأس الخيمة، بلدية دبي، اللجنة السعودية للسياحة والتراث الوطني، المتحف الوطني بسلطنة عمان، دائرة الآثار العامة في الأردن. من أكتر الحاجات كمان اللي لفتت انتباهي إن الموظفين بلا استثناء كلهم عندهم دراية كاملة وحرفية ملفتة بصراحة. كان عندي استفسار بسيط، والموظف اللي أنا بتكلم معاه دلوقتي بصراحة أبهرني بأسلوبه ولبقته وإلمامه بجميع المعلومات عن المتحف. بصراحة برافو لوفر أبو ظبي على اختيار الموظفين. لو انتوا أسرة ومعاكوا أطفال، كونوا متأكدين ان الأطفال هينبسطوا جدا، لأن متحف اللوفر أبو ظبي عامل لهم متحف مخصوص ليهم. أنا هنا طلعت الطفل اللي جوايا واستمتعت جدا بوقتي، فما بالكوا بقى بالنسبة للأطفال. بعد ما بتخلصوا جولتكم في المتحف كله وقبل ما تروحوا، عدوا على متحف الهدايا التذكارية، أكيد هتلاقوا حاجة هتعجبكم. ومن العاصمة الجميلة أبوظبي ومن متحف اللوفر، فأتمنى يكون عجبكم فيديو النهاردة، ولو عجبكم الفيديو ياريت تشاركوا الفيديو وتشتركوا في القناة، تعملوا لايك إذا تكرمتم، وبشوفكم المرة الجاية إن شاء الله، ومع السلامة.